كيفاش عيدكم السنة؟ لا الحمد لله يا ربي، الحمد لله عيد سمح وان شاء الله كل عام تبقى بخير. والله عادي كي كل عيد، كي كل عيد كل عادة، نجم نقول كل عادة. مريق ان شاء الله لبس، الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. والله عيدك مبروك، اول حاجة عيدنا لبس، هاك تشوف صفاقس ديما عامرة وشي ما يصير، ما يصير في تونس لبس. كيف العيد كل؟ كي العيد كلش معنا كيف كيف. كيفاش عيدكم السنة؟ ان شاء الله باهين باذن الله. كيفاش الاجواء؟ الحمد لله الحمد لله، ربي يبقى علينا الستر وعلى امه محمد كله كو. امين. طالبين الستر من عند ربي وذاك، وما طالبين شيء. اجواء العيد، اجواء العيد متعبه ياسر. اجواء العيد شنو كيفاش، اكثر فينا نخدموا باش نصوروا خبزه من الصباح لليل، هيك اجواء العيد. شنو ضربتنا الشمس العادة، أجواء العيد العبيد تقضي كالعادة. فما خدمة، فما يوميا نطيحوا 3-4 ملايين. أجواء العيد بيتو كالعادة، أما جيست العبيد واخذة برشا معناتها في الكوتي متاع السياسة، فهمت، وماهيش ليا بالاقتصاد البلاد والسياحة وهي الأمور لاباس عليها، أما الأساس مو الشعب التونسي معناتها يحب ياخذ مجرى اخر، فهمت، ما يحبش يعاون اقتصاد البلاد ويساهم في تنميته. الله ان شاء الله عيدنا كله فرح، احنا سنا خاطر عندي عرس بنتي من الاول، عيد ان شاء الله يعيشك. ان شاء الله يومنا كلها سعيده وفرحانه. الحمد لله عيدنا باهي، عندنا عرس وربي ان شاء الله كما فرحه، وان شاء الله كل عام احنا حيين بخير. كيفاش عيدكم السنه؟ ما هوش شكلكم، لا على جميع العسكر وعلى الدنيا مية صافية بالكل، ونحوسوا ما احناش مطمئنين بالكل. عسلامة، عيدك مبروك، كل عام وانتي بخير. عايش اختي، عايش. كيفاش اجواء العيد السنة؟ الحمد لله يا ربي، اما ناقصة شوية حركة، ما ثماش مش كيما العيد متاع قبل من الخوف من العباد، توا مازالت خايفة العباد، مش راضية البلاد، والحمد لله يا ربي كاش نقول. عاد أكثر حركية بالطبيعة. مش كيما عم ناول كيما سنة، كيما ولات عم ناول كيما سنة، ما تقارنهمش هذوما. كيفاش تشوفوا أجواء العيد السنة؟ والله نورمالمون إكسيلونت، بون فما شوية الأوضاع المتداورة في البلاد وكا، إن شاء الله ربي يجري على الصلاح وكا. والله الأجواء مش كيما العادة، العادة خير معناها، وربي يقدر الخير إن شاء الله. والله الأجواء سمحة ياسر، معناتها حتى الأمن معناتها موجود بكثفة. ومعناتها العباد تحس بها فرحانة وكل شيء، وإن شاء الله يتعدى معناتها عيد باهي وشي ما يدوم. عيد إن شاء الله باهي كي على كل السنين اللي فاتوا، كي العيد كي كل عام. إن شاء الله ربي ييسر. هاكا احنا توا. تستعدوا للعيد أنتم كتجار؟ احنا ندخلوا تيزا نتاع الصباح ولا نتاع الصباح. استعدادات ما قبل العيد نخدموا على روحنا، ومن بعد كنمشوا للدار ونصليوا صلاة العيد وناكلوا الحوت والشرمولة بالطبيعة. كيفاش تستعدوا للعيد في الدار؟ هاكا حضرنا شوية حلو، حضرنا شرمولتنا والحوت المالح، وإن شاء الله تو مش نروح نفرش الدار. والله عملنا له كيما الصفاقسية الكل، شرمولة والحوت المالح وحلونا وقضيتنا وكل شيء. أنا قاسين نقضي وقاسين الفلوس موجودة والحمد لله، كل شيء موجود الحمد لله. استعداداتك للعيد؟ والله نورمالمون كيما كل عام أنا. ونستعدوا للعيد، الاهل والمالي والفاميليا ونتلمدوا الحبيبات. عديدتكم للعيد انتم كل عاده كانت والا مش اسفين على اخواننا يكون جماعه الجيش، ما احناش كل عاده بالكل بالكل نفسانيا ما احناش مطمئنين بالكل. احنا ما احناش كيف العاده، واحنا عايشين في رعب وفي خوف، وما احناش عايشين مطمئنين حتى كيف نروحوا في البلاد. ماذا بينا شكون معانا، كنت نروح وحدي في البلاد ما عنديش حتى مشكل، لكن توا الانسان في النهار مش في الليل وخايف على روحه. معناها طعم العيد السنة مختلف، مش عنده حتى طعم. لاخواننا اللي ماتوا وللي تشردوا صغيراتهم وللي مساكن اماتهم قاعدين تتباكى، كيفاش يحسوا برواحهم هيكم؟ يا اخي ما احناش توانسه كيف كيف احنا وياهم. نحب تونس ترجع كما قبل وخير من قبل، وكو ان شاء الله عيدكم مبروك. نتمناو ان شاء الله كل عام وحيين بخير، ان شاء الله تعدى لنا عام سمح، وان شاء الله تونس بخير، ان شاء الله ننجحوا وترجع البلاد كما كانت. ان شاء الله عيدنا مبروك على الامه العربيه كل وعلى تونس. ان شاء الله عيدكم مبروك كل الشعب التونسي كل، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. عيدكم مبروك، عيدك مبروك.